بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم الشباب؟ يا رب تكونوا بخير. ترم سعيد ان شاء الله عليكم. اهلا بكم في كليه صيدله، ان شاء الله تتخرجوا كده على خير باذن الله. بالنسبه للمنهج البوتاني، حد حضر المحاضره ولا لا؟ حضرتوا محاضره في الكليه؟ ما حضرتوش مفيش مشكله، ماشي. طيب ركزوا معايا، بالنسبه لماده البوتاني يا شباب عباره عن ايه؟ طبعا الترم ده احنا عندنا بوتاني وعندنا اورجانيك وعندنا اناليتيكال وعندنا ايه، عندنا بلاوي كتير. نركز في البلوه بتاعتنا او المصيبه بتاعتنا اللي هي الايه، البوتاني. طيب ماده البوتاني بيسموها اسم تاني الميديسينال بلانت، وكلمه ميديسينال بلانت معناها النباتات الطبيه. طب يعني ايه كلمه نباتات طبيه؟ اللي هي الحاجات اللي بتعالجني وهكذا. عندنا في المنهج عندنا كذا حاجه، عندنا حاجة اسمها General Introduction، مقدمة عامة عن المنهج. عندنا حاجة اسمها Leaves، وكلمة Leaves معناها أوراق. وعندنا حاجة اسمها Taxonomy. ركز بقى كده معايا، أول ما أقول لك كلمة Taxonomy معناها إيه؟ علم تصنيف النباتات على أساس العائلات. علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. واحنا بنشرح يا شباب في حاجات ايه، هنقعد نحفظها كاغنيه وهكذا علشان اسهل عليك. خلي بالك لو الناس بتسمعني في البيت، ماده البوتاني ديت معظمها كلام لاتيني، كلام للاسف كلام صعب شويه. احنا ان شاء الله نعمل شويه افهات كده علشان نسهل الدنيا مع بعض. وعندي حاجه اسمها البلانت فيسيولوجي اللي هي علم وظائف النبات، وعندي حاجه اسمها البلانت سايتولوجي اللي هو علم الخليه. يعني عايز اقول لك منهج البوتاني كله اللي احنا نشرحه من اول حصه النهارده لغايه اخر حصه في الترم هتكون عباره عن جنرال انترودكشن، وحاجه اسمها الليفز اللي هي الاوراق، والتاكسونومي. يعني كلمه تاكسونومي يا عبد العزيز؟ علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. وعندي حاجه اسمها بلانت فيسيولوجي، علم وظائف النبات. يعني النبات ده ايه وظيفه اللي هتقوم بيه؟ يعني انا كانسان، التنفس، الاستنشاق، الحركه، نفس الكلام برضك النبات هيقوم بالكلام ده. وعندي حاجه اسمها السيتولوجي اللي هو علم الخليه، الخليه بتتكون من ايه؟ انا كانسان بتكون من مخ، انف، ودان، رئة، بطن، رجلين، وهكذا. نفس الكلام النبات هنشوفه بيتكون من ايه؟ اكيد من خلايا وهكذا. احنا النهارده في حصه النهارده هنبدا بايه؟ هنبدا بالجنرال انترودكشن. جنرال انترودكشن. طيب سواء انت فهمت في المحاضره او ما فهمتش، احنا ان شاء الله هنسهل الماده مع بعض جدا. الحمد لله انا خريج صيدله القاهره 2013، بقالي حوالي 10 سنين او اكتر بدرس الماده ديت، تمام؟ يعني انا كنت لسه طالب، كنت بشرحها لزمايلي بفضل الله، تمام؟ فانت ان شاء الله ما تقلقش من الماده دي خالص، ركز في المواد الثانيه وسيبك من البوتاني خالص، لان احنا هنظبطها جدا باذن الله. طيب هنبدا النهارده بالجنرال انترودكشن. حصه النهارده هتكون عباره عن ايه؟ عباره عن تعريفات، مجرد تعريفات. يعني اقول لك الكلمه ايه التعريف بتاعها، الكلمه ايه التعريف بتاعها، الكلمه ايه التعريف بتاعها، مش هنقول اي حاجه تانية. يبقى حصه النهارده كلها عباره عن ايه؟ بعض التعريفات. تعالوا كده بقى نسمي الله ونبدا. هنبدا باول حاجه، اسمك ايه؟ سلمى. جنرال ولا كلينيك؟ مصرية ولا عراقية؟ مصرية. تحيا مصر. واحنا بنمشي كده في الكلية، نادرا لو لقيتي حد مصري يعني خبطت فيه كده، معظمهم ما شاء الله عراقيين، وممكن تلاقي شوية كويتيين، شوية سعوديين، انما اللي مسيطر على الكلية العراقيين، تمام؟ يبقى احنا قلنا يا دكتورة سلمى منهج البوتاني أو منهج الميديسينال بلانت عبارة عن جنرال انترودكشن وليفز وتاكسونومي وبلانت فيسيولوجي وبلانت سيتولوجي. حصه النهارده هنبدا بايه؟ هنبدا بالجنرال انترودكشن ونعرف بعض التعريفات. يلا بقى نسمي الله ونبدا. سيبك من الورق خالص وركز معايا على البورد، ركز معايا على البورد.
احنا عندنا حاجة اسمها الفارماكوجنوزي. حد يعرف كلمة فارماكوجنوزي معناها ايه؟ اللي هو القسم اللي احنا هنستخدمه او اللي احنا هنشتغله، اللي هو علم العقاقير. واجي اسألكوا سؤال، هو الفارماكوجنوزي يا شباب، انا كفارماكوجنوزي، انا كنباتات هتعامل مع الحاجات الطبيعية ولا الصناعية؟ اكيد الطبيعية. يبقى كلمة فارماكوجنوزي علم العقاقير الطبية اللي جاية من مصدر طبيعي. قال لك كلمة فارما، فارماكو معناها فارماكون، كلمة لاتينية، وكلمة جنوزي معناها جنوزز. ايوه يا دكتور ابو طالب، ما انت الكلمة ديت خليت السي خليتها كي وديت زودت اي اس. لا لا لا، ده انا عايز اقول لك ان كلمة فارماكون معناها درج او بوزن، وكلمة جنوزز معناها اكواير نوليدج. وسيبك من كلمة اكواير، معناها كلمة نوليدج. حد يعرف كلمة نوليدج معناها ايه بالعربي؟ معرفة. ايه ده؟ يعني عايز تقول لي ان كلمة فارماكوجنوزي على بعض معناها معرفة الادوية؟ اقول لك اه. يبقى الفارماكوجنوزي علم العقاقير الطبية اللي جاي من مصدر طبيعي، ليها ديفينيشن تاني، ليها تعريف تاني اللي هو نوليدج اوف دراج. طب والسؤال، هو ايه اللي كاتب كلمة دراج مع كلمة بويزن؟ يعني كلمة فارماكون ديت معناها دراج ولا بويزن؟ قال لك معناها الاثنين. ازاي؟ لو انت استخدمته بالجرعة المظبوطة هيعالج الانسان، لو انت استخدمته بجرعة زائدة او جرعة زيادة هيعمل ايه؟ ميشوكو نيسن، هيخلينا موت موت. مثال، حد يعرف البنادول؟ سمعت عن البنادول قبل كده؟ البنادول ده بيعالج ايه؟ الصداع، صح؟ مسكن يعني. طب تخيل مثلا 3 مرات في اليوم في الصيدليه بنعمل كده، 3 شرط 3 مرات في اليوم عشان نعالج الصداع. طب تخيل واحد راح جاب 2 علبة بنادول وراح بلعهم، يعني هنا هيعالج علاج، يبقى هنا درج لو خدوا الجرعه المظبوطه. طيب افرض خد 2 علبة من البنادول، ساعتها هيكون بويزن، ساعتها هيموتني. فممكن الحاجة الواحدة تكون علاج وممكن تكون ايه؟ سم اللي هو بويزن. يبقى عند الفارماكوجنوزي، يعني كلمة فارماكوجنوزي علم العقاقير الطبية اللي جاي من مصدر طبيعي ولا مصدر صناعي؟ مصدر طبيعي. وفي حصة النهاردة دكتورة سلمى هنتكلم على ايه؟ على بعض التعريفات، بعض التعريفات. يبقى كلمة فارماكو معناها فارماكون، معناها دراج او بويزن، وكلمة جنوزي اللي هي جنوز معناها اكواير نوليدج او معناها نوليدج او معناها نوليدج. يبقى عندي كلمة اسمها فارماكوجنوزي، قول مع بعض فارماكوجنوزي، فارماكوجنوزي. وكلمة فارماكوجنوزي معناها يا عبد الله علم العقاقير الطبية جاي من مصدر طبيعي ولا صناعي؟ كلمة فارماكو معناها فارماكون، معناها دراج او بويزن، وكلمة جنوزي معناها جنوزز اللي ليها اسم تاني معناها نوليدج. لو حطينا الكلمتين مع بعض وربطناهم يبقى نوليدج اوف دراج. امتى تكون دراج وامتى تكون بويزن؟ دراج لو كان بالجرعه المظبوطه، وبويزن لو كان جرعه زائده. لغايه دلوقتي الدنيا تمام؟ طيب كلمه عقاقير، على فكره يا شباب المصدر الطبيعي ده ممكن يكون بلانت، ممكن يكون انيمال، ممكن يكون مينرال، ممكن يكون حاجه اسمها اكسيوديت، وهنتكلم على بعد شويه بالتفصيل. انا اللي يهمني كلمه عقار، حد يعرف كلمه عقار بالانجليزي يعني ايه؟ دراج، او بيسموها اسم ثاني كرود دراج، او بيسموها رو دراج، معناها عقار خام. حد يعرف يعني ايه كلمه خام؟ قول لي يا مرتضى يعني ايه كلمه خام؟ يعني عملت عليه تعديلات ولا ما عملتش عليه تعديلات؟ يعني انا طلعته استخدمته على طول، يبقى ده بدون اي تعديلات. يبقى كلمه كرود دراج معناها رود دراج بدون اي تعديلات. احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على بعض التعريفات، انا بعد ما اقول لك جمله واحده هتحفظني حصة النهاردة كلها. أنا عندي أنواع دراج، عندي نوعين، عندي نوع اسمه official drug
وعندي كلمة تانية اسمها نون اوفيشال دراج. يا عبد العزيز كلمة اوفيشال معناها ايه بالعربي؟ حاجة رسمية. طب نون اوفيشال غير رسمية. ايوه يعني ايه برضو؟ قال لك اوفيشال دراج معناها ان ده دراج بريزنت ان حاجه مهمه جدا اسمها الفارماكوبيا. حد سمع قبل كده عن كلمه فارماكوبيا؟ يعني ايه يا دكتوره سلمى؟ دستور ادويه. احفظها كده كاغنيه، فارماكوبيا دستور ادويه، فارماكوبيا دستور ادويه. السؤال هو يعني ايه كلمه دستور ادويه؟ عباره عن كتاب. هو الكتاب ده عامل زي ايه؟ عامل زي الفيسبوك بالظبط. الكتاب ده في كل حاجة تتصورها عن النباتات، اسمه، الدلع بتاعه يعني اسم الآخر ليه، المادة الفعالة، الاستخدامات، الآثار الجانبية، ما ينفعش استخدمه مع حاجات تانية، ازاي بنجمعه، ازاي بنعمله تكفيف، وهكذا. يبقى الفارماكوبيا ده عبارة عن ايه؟ قالك عبارة عن بوك. مين اللي عمله؟ الكفرن بند. هو مين الكفرنمنت ده يا شباب؟ اللي هي الحكومه. طيب عملته ليه؟ عشان جمله مهمه جدا جايه ان شاء الله في الامتحان، سواء في الميد ترم او في الفاينل. ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. يعني ايه كلمه ليجال اوثوريتي فور ستاندرد؟ هتحفظها كده كاغنيه برضه، ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. انا هقول ليجال اوثوريتي وانت تقولوا فور ستاندرد. ليجال اوثوريتي فور ستاندرد، ليجال اوثوريتي انتوا بقى تقولوا ليجال اوثوريتي وانا اقول لكم فور ستاندرد. ها فور ستاندرد، ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. كلمه ليجال اوثوريتي فور ستاندرد اوعى تقعد تترجمها بقى معرفش معايير وحكومات والكلام ده كله. كلمة legal authority for standard معناها للحفاظ على حقوق ملكيتها. يبقى كل دولة هتعمل دستور أدوية عشان تحافظ على حقوق ملكيتها. واجي أسألكم سؤال، حد يعرف ما هي أنواع الفارماكوبيا؟ يعني مثلا الحكومات، في الحكومة المصرية ايجيبشن فارماكوبيا اللي هو دستور الادويه المصري، في ايه تاني؟ بريتش فارماكوبيا دستور الادويه البريطاني، في ايه تاني؟ يو اس بي فارماكوبيا دستور الادويه الامريكي، ايه تاني؟ اي بي، الاي بي ده دستور الادويه العراقي، ايه تاني؟ كي بي دستور الادويه الكويتي. بس احنا ايه عرفنا بس ايه؟ ايجيبشن فارماكوبيا وبريتش فارماكوبيا ويونايتد ستيت فارماكوبيا اللي هو دستور الادويه المصري ودستور الادويه البريطاني ودستور الادويه الايه؟ الامريكي. خلاص؟ هو السؤال، واحنا خدنا لغايه دلوقتي كلمه فارماكوجنز اللي هو القسم بتاعنا بسميه ايه؟ علم العقاقير الطبيه اللي جاي من مصدر طبيعي ولا مصدر صناعي؟ مصدر طبيعي صح؟ هو المصادر الطبيعيه ممكن تكون ايه؟ نبات، حيوان، معادن. وهنتكلم على كلمة اكسيوديت بعد شوية معناها افرازات. انا اعرف يعني ايه؟ انا عندي العقار ده بسميه ايه؟ دراج. عشان خد دكتور ابو طالب كرود دراج. هو يعني ايه كلمة كرود دراج؟ بدون اي تعديلات، بدون اي تعديلات. عندي كم نوع من انواع الادوية؟ اثنين، اوفيشيال دراج، نان اوفيشيال دراج. تاني، اوفيشيال دراج، نان اوفيشيال دراج. هو يعني ايه كلمة اوفيشيال دراج؟ حاجة رسمية. يعني ايه حاجة رسمية؟ يعني موجود في الفارماكوبيا. يبقى حاجه رسميه موجوده في الفارماكوبيا. عبد الله، يعني كلمه فارماكوبيا دستور ادويه، فارماكوبيا دستور ادويه. هو يعني كلمه فارماكوبيا دستور ادويه يعني ايه؟ ايه الديفينيشن بتاعه؟ عباره عن دواء ولا كتاب؟ مين اللي عمله؟ كفرنمنت اللي هي الحكومه. ليه؟ ليجال اوثوريتي فور ستاندرد، ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. يعني ايه ليجال اوثوريتي فور ستاندرد؟ عشان حفاظ على حقوق ملكيتها. التايبس، ايجيبشن فارماكوبيا، بريتش فارماكوبيا،
يو اس بي فارماكوبيا. ما ينفعش بقى في الامتحان تقول له ايه بغداد فارماكوبيا، لا دل عليك تقول لي منوفية فارماكوبيا. منين الدكتوره سلمى؟ منين؟ من مصر. شبرا ما ينفعش اس اتش بي اللي هو شبرا فارماكوبيا، ما فيش الكلام ده. انا اهم حاجه ان هم الثلاثه دول. طب واحد يقول يا دكتور ابو طالب، اقول له نعم يا روح قلبي. حتى لو في ناس في البيت بتسمعني دلوقتي تقول لي طب الادويه ديت او النباتات دولت موجودين جوه الفارماكوبيا ازاي؟ اقول لك تعالى تعالى، بسميها كلاسيفيكيشن. يعني ايه كلمه كلاسيفيكيشن؟ تصنيف الادويه او النباتات داخل دستور الادويه، وما نتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. الناس الشاطره، حد يقدر يقول لي يعني ايه نون اوفيشال دراج؟ يعني غير موجود في الفارماكوبيا، صح؟ انا في مثلا مصر يقول لك ايه، لو ما كانش زيد يبقى عبيد، خلاص يعني ده اوفيشال دراج، يبقى ده موجود في الفارماكوبيا. طب نون اوفيشال يبقى مش موجود في الفارماكوبيا، صح؟ طيب ما زلنا كلمه مصدر طبيعي اسمها بالانجليزي ناتشورال برودكت. يعني ايه ناتشورال برودكت يا دكتور ابو طالب؟ معناها مصدر طبيعي. يعني ايه مصدر طبيعي؟ قال لك ده عباره عن ماده اللي صنعتها او اللي انتجتها ليفنج سيل ولا ديد سيل. ويعني ايه ليفنج سيل؟ خليه حيه. يبقى كلمه مصدر طبيعي معناها بالانجليزي ناتشورال برودكت. ناتشورال برودكت ديت بتكون سبستان بروديوسد باي ليفنج سيل ولا ديد سيل؟ ليفنج سيل. واحنا بنشرح مع بعض البوتاني هقول لك علم لي في التعريف ده على الكلمه ديت، علم لي في التعريف ده على الكلمه ديت، ودي جايه في الامتحان خبره الحمد لله. بقيه البتاع ممكن افهمها بس ما تحفظهاش. يبقى احنا دلوقتي شباب احنا بنتكلم على ايه؟ الفارماكوجنيزي. حد فاكر الفارماكوجنيزي؟ قسمتها نصين، فارماكو معناها فارماكو، دراج او بويز. ازاي يعني دراج او بويز؟ دراج لو خدتها بالجرعه المز بوت، بويز لو خدتها بجرعه زياده. طب وكلمه جنوزز معناها اكواير نوليدج او نوليدج يا سيد. ويعني كلمه نوليدج معرفه. انت عايز تقول ان الفارماكوجنيزي معناها معرفه الادويه؟ اقول لك اه. علم العقاقير الطبيه، خدنا كلمه عقار معناها كرود دراج، خدنا كرود دراج عندك قسمتها حاجتين، مش ملاحظين حاجه؟ ان جمله واحده عماله تفرع لي تعريفات، تعريف 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 تعريف. حد فاكر يعني ايه كلمه اوفيشال دراج في الامتحان؟ اوفيشال دراج يعني ده دراج موجود في الفارماكوبيا ولا مش موجود؟ اوفيشال موجود. ويعني ايه فارماكوبيا؟ دستور ادويه. يعني ايه دستور ادويه؟ بوك مين اللي عملته؟ كفرمنت الحكومه. ليه؟ ليجال اوثوريتي فور ستانت. ايه انواعها؟ ايجيبشن فارماكوبيا، بريتش فارماكوبيا، يو اس بي فارماكوبيا. الكلاسيفيكيشن هقولها لك بعد شويه. طب نون اوفيشال ده معناه ايه؟ مش موجود في الفارماكوبيا. افتح معايا الورق. قول لها معلش كده مرتضى الورق بسرعه. كله مع الورق؟ نعم. اه بس احنا قلنا مصادر طبيعيه اللي هي ممكن تكون نبات او حيوان او مينرالز او اكسيوديت. اه لا ليفنج سيل ديت عشان التعريف بتاع الناتشورال برودكت بس. هقول لك السؤال هيجي ازاي دلوقتي في الامتحان، ماشي؟ بالظبط، بس من ضمن المصادر الطبيعيه. خلاص؟ امثله الكرود دراجز، العقارات الخام ممكن تكون بلانت او انيمال او مينرال او اكسيوديت. ولسه هنتكلم على كل واحده بالتفصيل دلوقتي، ماشي؟ افتح معايا بقى الورق. اول حاجه يا شباب الانترودكشن الفارماكوجنيزي. اكتب كده حصه النهارده كلها تعريفات، اكتب كده حصه النهارده كلها تعريفات. يعني احنا بندردش مع بعض شويه تعريفات كده. اول حاجه الفارماكوجنوزي، اكتب كده معناها بالعربي علم العقاقير الطبيه اللي جايه من مصدر طبيعي. علم العقاقير الطبيه اللي جايه من مصدر طبيعي.
أو دراسة العقاقير الطبية اللي جاية من مصدر طبيعي. أول جملة قال لك it is a scientific study. scientific study وفي الـ A وفي الكرود دراج اكتب عندها نجمة. هو يعني كلمة كرود دراج يا حبايب قلبي؟ العقار الخام اللي هو ممكن يكون of vegetable. على فكرة كلمة vegetable اكتب كده معناها blend. يبقى كلمة vegetable معناها blend. vegetable معناها blend. أو animal أو minerals. سمعت قبل كده عن حاجة اسمها التلك؟ بودرة التلك دي بتستخدم فين؟ اللي هي بودرة التلك فين؟ اللي هي بتاع الأطفال، بودرة الأطفال. انتوا من اللي حضر السكاشن لغاية دلوقتي؟ حضروا السكاشن؟ خدتوا ايه؟ الدستنج؟ الدستنج برضه اللي هو البوتيتو والميز. ماشي يلا شباب. الفارماكوجنوزي قال لك مشتقة من كلمة درايفد فروم، يعني مشتقة من فارماكو معناها فارماكون معناها دراج أو بويزن. الجدول الثاني جنوزي معناها جنوزز اللي معناها أكواير نوليدج. يعني أكواير نوليدج اكتساب المعرفة. لو أنت جمعت الجملتين مع بعض يبقى the entire knowledge of drug. يعني entire knowledge of drug المعرفة الكاملة للأدوية. اللي عايزك تحفظه من الحتة دي ايه؟ ما تحفظش حاجة، اعرف له بس كلمة knowledge of drug. natural product تعريف عبارة عن substance produced by living cell. امتحان. يبقى كلمة natural product معناها مصدر طبيعي، والمصدر المصدر الطبيعي ده بيكون living cell ولا dead cell؟ living cell امتحان. ايه ده؟ استنى، يعني ممكن في الامتحان صح وغلط يقول لي ايه؟ ان الناتشورال برودكت دي عباره عن سبستانت ماده برودوسد باي ديد سيل. حد يعرف يعني ايه كلمه ديد؟ ميته. يبقى غلط، هي ليفنج سيل. ليفنج سيل مهمه، ليفنج سيل. عندي بعد كده حاجه اسمها الكرود دراج او الرو ماتيريال. اكتب كده عقار خام، معناها عقار خام. كلمه كرود دراج او رو ماتيريال معناها عقار خام. حد فاكر يا شباب يعني كلمة عقار خام؟ يعني عقار خام اكتب كده بدون اي تعديلات، بدون اي تعديلات. قال لك عبارة عن natural substance of plant or animal or mineral origin. اشطب لي عليها، اول سطر ممكن تشطب لي عليها. قال لك possesses therapeutic properties and pharmacological action. اكتب كده ليها استخدامات طبية. يعني تأسل دكتور ابو طالب كلمة كرود دراج معناها عقار خام، يبقى ملوش استخدامات؟ لا، ده ليه استخدامات ونص. اكتب كده له استخدامات طبية. يعني مثلا حد قبل كده شرب شاي بنعناع؟ هو النعناع ده بيعالج ايه؟ المعدة، صح؟ هل ينفع وانا زارع النعناع ده اروح شايله واستخدمه؟ ولا لازم انا ادخله مصنع والكلام ده كله؟ لا، ممكن استخدمه على طول. لا، استخدمه على طول، نضفه كده سريعا وبعد كده ايه؟ استخدمه. خلاص. يبقى كلمه بوسيس ثيرابيوتيك بروبرتيز اكتب كده له استخدامات طبيه جايه في الامتحان. السؤال هيجي لي ازاي في الامتحان؟ يقول لي ان الكرود دراج ملوش استخدامات طبيه. غلط، هو له استخدامات طبيه. العقار الخام ده قال لك هاف اندرجو اونلي ذا بروسيس اوف كوليكشن اند دراينج. يعني عملت ايه؟ مجرد ان انت جمعته وجففته بس، لا عملت له بقى دخلته في التصنيعات ولا تعديلات. لا، انت مجرد ايه؟ جمعته وجففته، يعني حطيته كده ينشف. الكلام ده ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل، ازاي احول النبات الى مستحضر طبي. ماشي. ثاني نقطه اكتب كده العقار الخام له استخدامات طبيه. كلمه بوسيسز معناها يمتلك او له. كلمه ثيرابيوتيك بروبرتيز يعني له اغراض طبيه او استخدامات طبيه. وكلمة فارماكولوجيكال اكشن معناها استخدامات طبية برضو. النقطة الثالثة ان العقار الخام ما عملتش عليه اي تعديلات غير تجميع وتكفيف، تجميع وتكفيف بس. احنا عاملين نعمل ايه يا دكتورة سلمى؟ بنعمل ايه؟ تعريفات اوفيشال دراج ونان اوفيشال دراج. هو يعني ايه كلمة اوفيشال دراج؟ معناها دراج listed and described in pharmacopoeia. انا اهم كلمه في الجمله بتاعتي
فارماكوبيا. ليستد موجود. كلمة ليستد يعني موصوف، وكلمة ديسكرايبد يعني موصوف. أنا مش دول مش مهمين، ممكن تشطب عليهم تكتب إيه؟ بريزنت. يعني ده درج بريزنت، مش لازم كلمة ليستد وديسكرايب، لأن في الامتحان هيلعب على كلمة فارماكوبيا. يعني إيه عبد العزيز؟ يعني إيه أوفيشال درج؟ ده دواء درج موجود ولا مش موجود في فارماكوبيا؟ موصوف ولا مش موصوف في فارماكوبيا؟ موصوف. اعكس في النون أوفيشال. النون أوفيشال المرتضى يبقى معناها إيه؟ درج نوت listed او not present in فارماكوبيا. امتحان يبقى كلمة نان مع كلمة نوت. كلمة نوت مهمة. ندخل بعد كده على الفارماكوبيا. دكتورة سلمى احنا بنعمل ايه لغاية دلوقتي؟ بنعمل ايه؟ تعريفات. بنعمل تعريفات. فارماكوبيا اكتب كده معايا دستور ادوية. فارماكوبيا دستور ادوية معناها بوك. ريكوجنايزد باي. هو يعني كلمه ريكوجنايزد باي مش مهمه يا ابني، معناها ان اللي كتبها الكفرنمنت، ودي مش مهمه. انا اللي يهمني اخر اربع كلمات ليجال اوثوريتي فور ستاندر. ليجال اوثوريتي فور ستاندر، نقول مع بعض ليجال اوثوريتي فور ستاندر. ليجال اوثوريتي، ليجال اوثوريتي فور ستاندر. يعني ليجال اوثوريتي فور ستاندر للحفاظ على حقوق ملكيتها. للحفاظ على حقوق ملكيتها. ما هي انواع الفارماكوبيا يا سيدي؟ ايجيبشن فارماكوبيا، بريتش فارماكوبيا، يو اس بي فارماكوبيا. ايه اللي بالصفحه؟ ما هي امثله الكرود دراجز؟ انا لسه قايل لك الامثله بتاعت الشباب ممكن يكون ايه؟ بلانت، انيمال، مينرال. اكس يو دي تاني بلانت انيمال مينرال. اكس يو دي تاني بلانت انيمال مينرال. اكس يو دي تعال نشوف البلانت الامثله بتاعتي. يعني هل ممكن الدواء بتاعي يكون نبات؟ اه. زي مين؟ زي السنه ليفز. هو ايه السنه ليفز؟ هناخد ان شاء الله بالتفصيل. اكتب كده اشهر ملين في المنهج السنه ليفز، اللي هي اوراق السنه او اوراق السيناميكي. اشهر ملين. حد فاهم يعني ايه كلمه ملين؟ يعني ملين يعني لو واحد عنده امساك مش قادر يعمل حمام، نديله السنه علشان تعمل ايه؟ ملين، مسهل. خلاص. الكلاف، حد يعرف كلمه كلاف يعني ايه؟ القرنفل. هو القرنفل ده بيعالج ايه؟ القرنفل، القرنفل بيعالج الاسنان، لعلاج الاسنان. كلمة كلاف بادز اللي هو اكتب كده براعم القرنفل، براعم القرنفل. رقم ثلاثة المنتا أو المنسا، النعناع عارفينه. حد يعرف الشباب النعناع ده ريحته حلوة ولا وحشة؟ حلوة جدا. اكتب كده ريحته حلوة جدا. سينامون بارك، حد يعرف سينامون يعني اللي هو ايه؟ القرفة. القرفة بالمناسبة حد كل قبل كده سينابون؟ سينابون. سينابون ليه سموك سينابون؟ عشان بيدخل في تصنيعه السينابون اللي هو القرفة. طعمه مسكر ولا لا؟ جامد جدا. يعني انت لو عايز ان شاء الله تهديني بعد ما نخلص ما تجيبليش بقى هدايا والكلام ده كله، هات لي السينابون. الله، من نعم ربنا عز وجل على انسان يا شباب السينابون. جامد جدا. يعني عايز تقول لي ايه؟ ركز كده معايا. انا عايز اقول لك من ضمن امثله البلانت، نقول مع بعض، نقول مع بعض سنه ليفز. لا احرك بقك معايا. سنه ليفز، سنه ليفز، كلاف بادز، كلاف بادز، منتا، منتا. منتا يعني ايه؟ اللي هو النعناع. قول مع بعض منتا، سينامون بارك، سينامون بارك، سينامون بارك. رقم اثنين مثال على الانيمال اللي هو الحيوان. عند اللي هو الكوشينيال او كوكينيال، الاثنين صح، نخليها كوشينيال. الكوشينيال اللي هي الايه؟ خنفسه. ثواني، هي الخنفساء تعتبر حيوان؟ الدكتور عايزه كده. اقول لها حاضر يا دكتوره. يعني هتعتبر ايه؟ الخنفساء تعتبرها ايه؟ حيوان. على فكره معلومه ليكم انتوا، الخنفساء دي يا شباب بيروحوا جايبينها بيكون لونها احمر، بياخدوا منها الماده اللي بتلون احمر،
ويستخدموها في التلوين مادة لونها أحمر. أنا عايز أقول لك كلمة كوشينيال دليل على ممكن الدراج بتاعي يكون جاي من حيوان. ارجع تاني، رجع تاني يا عبد الله. واحنا في حصه النهارده بناخد ايه دكتور حسام؟ بعض الايه، بعض التعريفات. خدنا الفارماكوجنوزي، علم العقاقير الطبيه اللي جايه من مصدر طبيعي. يعني ايه كلمه مصدر طبيعي؟ ناتش برودكت. هو كلمه ناتش برودكت معناها ليفنج سيل ولا ديد سيل؟ ليفنج سيل. حد فاكر انواع الادويه؟ يعني ايه كلمه كرود دراج بدون اي تعديلات؟ ليها استخدامات ولا ملهاش؟ ليها استخدامات طبيه. جايه في الامتحان ملهاش؟ لا غلط، يبقى ليها استخدامات طبيه. حد فاكر انواع الدراج؟ عندي حاجتين، اوفيشال دراج نان اوفيشال دراج. تاني اوفيشال دراج نان اوفيشال، يعني كلمه اوفيشال موجود في الفارماكوبيه دستور ادويه. هو يعني ايه فارماكوبيه؟ يعني دستور ادويه عباره عن بوك. مين اللي عملته؟ كفرمنت. ليه؟ ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. ليجال اوثوريتي فور ستاندرد. مين انواع الفارماكوبيه؟ ها، ايجيبشن فارماكوبيا، بريتش فارماكوبيا، يو اس بي فارماكوبيا. مش ملاحظ حاجه دكتوره سلمى؟ ان جمله واحده عاملين نطلع منها ايه؟ سهم. كرود دراج، كرود دراج طلع منه سهمين، اوفيشال دراج اوفيشال دراج طلعنا اوفيشال فارماكوبيا طلعنا سهمين، وهكذا. يبقى انت ديت تحطها وانت بتذاكر كده عشان تسهل عليك. يلا، رقم 2 اللي هو الكوشينير، رقم 3 اللي هي المينرالز. حد يعرف كلمه مينرالز يعني ايه؟ معادن. ما هي أمثلة المعادن اللي ممكن تعالج الإنسان؟ التلك. اكتب كده، بودرة التلك. التلك والشوك اللي هو الطباشير. الطباشير ده شباب بيحتوي على مادة اسمها الكالسيوم، والكالسيوم ديت مهمة للإنسان. عندي بعد كده إكسيوديت اللي هي إفرازات. الديفينيشن بتاع التعريف بتاع اللي فوق، سابستنت درايفد فروم بلانت أور أنيمال، يعني مشتقة من حيوان أو نبات. ركز معايا، ركز معايا. عارفين الناس الحبيبة؟ الناس اللي بتسحف بالعراقي، تمام؟ يروح عاملين إيه؟ الناس الحبيبة عبد العزيز، يروح عاملين إيه؟ جايين عند الشجرة كده ويكون معاهم مسمار، ويجوا على الشجرة، يروح عاملين إيه؟ عاملين قلب، ونطلع سهم، وهنا سهم، يكتب هنا ام وهنا ام. ام ده اللي هو ايه؟ المنيل. طب والاميه؟ المنيله. ينزل سائل، يروح المنيل يقول للمنيله ايه؟ يقول لها الحقي ده سائل حبنا. تقول له لا يا منيل، ده الاكسيوديت اللي هو الايه؟ الافرازات. يبقى كلمه اكسيوديت معناها ايه؟ افرازات طالعه منين؟ من النبات. افرازات طالعه من النبات. يبقى الاكسيوديت افتكرها بتاع مين؟ المنيل والمنيله. يقول لها ده سائل ايه؟ حبنا. لا لا لا، مش سائل حبنا، ده مين؟ الاكسيوديت. الامثله عند الاوبيوم او اللاتكس اللي هو الافيون. عارفين الافيون؟ اللي هو بقى المورفين وهكذا. بالمناسبه احنا ان شاء الله في القسم ده هناخد كل انواع المخدرات التي تتخيلها والتي لا تتخيلها. يعني ناخد المورفين والهيروين والحشيش، وناخد السروكس، استغفر الله العظيم، هناخد الكلام ده كله. مش احنا عندنا نظري وعملي؟ طب الحاجات دي هناخدها نظري ولا عملي ولا الاثنين؟ لا للاسف نظري بس، لان احنا لو ناخدها نظري وعملي هتلاقي كل الكليات هتتحول لايه؟ صيدله، عشان تجرب العملي، تمام؟ ربنا يبعدنا يا رب عن الايه؟ عن الحشيش وعن كل حاجه ايه؟ وحشه. يبقى الاوبيوم ده اللي هو الافيون، ده مثال على الاكسيوديت. هو هيكون في حد في البيت سواء بنات او اولاد بيشربوا اوبيوم او بيشربوا حشيش او افيون او هيروين، اوعى اوعى. ولو حد فيكم بيعمل الكلام ده يا شباب يجي لي وانا ان شاء الله اعالجه، الحمد لله. في عندكم كده في الملزمه بيور هيربال. البيور هيربال ديت اسم الشركه بتاعتي، طبعا لسه على سمول سكيل، يعني لسه على نطاق ضيق. ده عباره عن ايه؟ اعشاب وزيوت. الحمد لله بعمل تركيبات لكل حاجه، للضغط وللسكر وللتخسيس وواحد عايز يتخن والكلام ده كله، تمام؟ وحاجات للشعر وحاجات للبشره وهكذا. عباره عن ايه؟ حاجات طبيعيه، براند حاجه طبيعيه. الشاهد والحمد لله عندي صيدليتي في الهرم.
في كذا حد للاسف كان مدمن بودره بقى وحشيش وكذا، والحمد لله ساعدناهم ان هم ايه يبطلوا الحاجات دي بفضل الله. فلو انت عندك او انت بتشرب مخدرات وعايز تتوب الى الله، تعال لي وانا ايه وانا اظبط لك الدنيا. رقم 2 الجم. كلمه جم معناها صمغ، صمغ. جيلاتين معناها جيلاتين. بيز واكس، حد ياخد بيز واكس اللي هي ايه؟ اللي هي الشمع، شمع النحل، مش النحلية نفسها، لا شمع النحل. ايه ده انت عايز تقول يا دكتور ابو طالب؟ ركز معايا، انا عايز اقول لك ان الكرود دراج عندي كذا مثال. عندي بلانت انيمال مينرال اكس يو دي، تاني بلانت انيمال مينرال اكس يو دي، تاني بلانت انيمال مينرال اكس يو دي. هو الاكس يو دي معناها ايه؟ اللي هو افرازات طالعة منين؟ يا اما من النبات يا اما من حيوان. خلاص افتكرها بالمنيل والمنيلة. الامثلة عليها نقول مع بعض: اوبيوم، 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 جم، جم، جيلاتين، جيلاتين، بيز واكس، بيز واكس. طب امثلة المينرالز اللي هو ايه؟ اشهر مثال هو ايه؟ التلج. هجيلي في الامتحان صح وغلط يقول لي التلج من ضمن امثلة الانيمال اوريجين، غلط. امال هو ايه؟ مينرال، معادن. طب الكوشينيال بلانت ولا انيمال؟ انيمال اللي هي الخنفساء. طب والسنه بلانت، والمنت بلانت، السينامون بلانت، الكلاف بلانت. طب والاوبيوم اللي هو الافيون ده اكسيوديت، الجم اكسيوديت، الجيلاتين اكسيوديت، البيزواكس اكسيوديت. خلاص واحنا لغايه دلوقتي بنتكلم يا دكتور حسام بنتكلم على ايه؟ بعض التعريفات علم الحقائق الطبيه اللي هو الفارماكوجنوزي. حد فاكر قسمتها نصين؟ فارماكو معناها فارماكون معناها دراج او بويزن، كلمه جنوزي معناها جنوزز معناها نولج او اكواير نولج. لو انت لزقت الاثنين في بعض ضمتهم مع بعض يبقى نولج اوف دراج. ايه ده الفارماكون معناها دراج او بويزن؟ ازاي دراج لو كان بالجرعه المظبوطه وبويزن لو كان بالجرعه الزياده؟ خدنا بعد كده علم العقاقير الطبيه اللي جاي من مصدر طبيعي. حتى فاكر كلمه مصدر طبيعي يعني ايه؟ ناتشرال برودكت. وكلمه ناتشرال برودكت معناها ليفنج سيل ولا ديد سيل؟ الناتشرال برودكت ليفنج سيل. حد فاكر كلمه عقار يعني ايه؟ كرود دراج. ويعني كلمه كرود دراج بدون اي تعديل، حد بيسموها اسم تاني ويزاوت اني موديفيكيشن. كلمه وزاوت يعني بدون اني موديفيكيشن، بدون اي تعديل. هل ليها استخدامات طبيه ولا مش ليها؟ ليها طبعا. حد فاكر انواع الادويه؟ عندي نوعين: اوفيشال دراج، نان اوفيشال دراج. الاوفيشال يبقى موجود في الفارماكوبيه، دستور ادويه. ويعني فارماكوبيه بوك من اللي عملته؟ ليه؟ ليجال اوثوريتي فور ستاندر، ليجال اوثوريتي. حد فاكر انواع الفارماكوبيه؟ ايجيبشن فارماكوبيه، بريتش فارماكوبيه، يو اس فارماكوبيه. طب السؤال، ويعني كلمه نون اوفيشال؟ غير موجود او غير موصوف في الفارماكوبيه. عند بعد كده بعض التعريفات يا دكتوره سلمى، عند حاجه اسمها الفولك ميديسن اللي هو الترديشن اللي هو الطب الشعبي. يعني ايه الطب الشعبي؟ حد يعرف يعني ايه كلمه طب شعبي؟ يعني ايه طب شعبي؟ يقول لك ايه؟ لو عندك بدون دراسه، لو عندك، ركز معايا، لو عندك نزيف حط ايه؟ بن، حط بن، ده طب شعبي. انما انا عندي حاجه اسمها الفايتوثيرابي، اكتب كده التداوي بالاعشاب او علم الاعشاب. هل ده بناء على دراسه علميه ولا مش دراسه علميه؟ ده بناء على دراسه علميه. يبقى كلمه فايتوثيرابي يا شباب قال لك ميديكال براكتس بيزد اون ساينتفك ايفيدنس. يعني ايه ساينتفك ايفيدنس؟ اكتب كده بناء على دراسات علميه. يبقى كلمه ساينتفك ايفيدنس معناها بناء على ابحاث علميه. عندي كلمه اسمها نيوتراسيوتيكال، حد سمع قبل كده عن نيوتراسيوتيكال؟ اكتب كده مكملات غذائيه. كلمه نيوتراسيوتيكال معناها مكملات غذائيه. اني فود كومبوننت يوزد فور ميديسينال بيربس. هو يعني ايه الكلام ده؟ اكتب كده اي طعام له اغراض طبيه بسميه نيوتراسيوتيكال. انت عايز تقول يا دكتور ابو طالب يعني ممكن يكون الطعام الفاكهه
او الخضروات يكون لها استخدامات طبيه، اقول لك ايوه عادي جدا. يعني ممكن تاكل المانجا يكون لها استخدامات طبيه، دي هسميها ايه؟ نيوترا سيوتيكال. يبقى كلمه نيوترا سيوتيكال معناها ايه؟ طعام له اغراض طبيه، طعام له اغراض طبيه، طعام له اغراض طبيه. يبقى اني فود كومبوننت يوزد فور ميديسينال ايه؟ بيربس، اللي هو اغراض طبيه. الامثله زي المينرالز والفيتامينز والامينو اسيد. حتى بتروح الجيم كده، طبعا يعني الحمد لله انا بروح الجيم تمام، يعني البادي بيلدينج ده بفضل الله لا خدت بقى حقن ولا الكلام ده كله، يعني ده طبيعي، ده ناتشورال مش سنسيتي خالص. السؤال يا شباب، بتروح بقى الجيم يقول لك ايه؟ تاخد بقى امينو اسيد وما اعرفش ايه والكلام ده كله، مفيش مشكله، ده حاجات طبيعيه. يبقى الامينو اسيد مثال على النيوترا سيوتيكال، اللي هي المكملات الغذائيه، المكملات الغذائيه. الصف الثالث والرابع شطب لي عليه، شطب لي عليه مش مهم. عندي بعد كده تعريف اسمه الفلورا. هو احنا عمالين نعمل ايه يا عبد العزيز يا حبيب قلبي؟ انت اسمك ايه؟ يا علي. احنا بنعمل ايه؟ تعريفات، مش ملاحظين؟ ناتشرال برودكت يعني ايه؟ فارماكوجنز يعني ايه؟ كرود دراج يعني ايه؟ فيشال دراج يعني ايه؟ فارماكوبيا يعني ايه؟ نان اوفيشال دراج يعني ايه؟ عندي كلمه اسمها فلورا. حد يعرف يعني ايه كلمه فلورا؟ كتاب. كتاب؟ ايه ده؟ يعني لغايه دلوقتي انا عندي كام كتاب؟ اتنين. فارماكوبيا دستور ادويه، وعندي كلمه تاني اسمها الفلورا. ركز معايا، الفلورا دي عباره عن ايه؟ عباره عن كتاب بوك قال لك ديفوتد تو ذا بلانت اوف بارتيكولار ريجون. يعني ايه؟ اكتب كده، كتاب يحتوي على نباتات معينه مزروعه في اماكن معينه. اكتب كده معايا تاني، يبقى كلمه فلورا يا شباب معناها كتاب يحتوي على نباتات معينة مزروعة في أماكن معينة. سؤال لولبي، سؤال ذكاء يا عبد الله. لو أنا عندي الفلورا ده كتاب والفارماكوبيا ده كتاب، مين هيكون عدد صفحاته أكتر؟ الفارماكوبيا ولا الفلورا؟ ليه فارماكوبيا؟ لأن احنا قلنا إيه؟ بيحتوي على كل الأدوية اللي موجودة، إنما الفلورا بيحتوي على نباتات معينة مزروعة في أماكن معينة. يبقى الفلورا ده عباره عن كتاب، فارماكوبيا عباره عن كتاب. طب الفارماكوبيا مين اللي عملته؟ الحكومه. ليه؟ ليجال اوثوريتي. يعني ليجال اوثوريتي فور ستاندرد، عشان احافظ على حقوق ملكيتها. لغايه دلوقتي الدنيا تمام ولا ايه؟ ماشي. اقلب الصفحه، عندي كلاسيفيكيشن اوف دراجز، اكتب عليها مهمه، كلاسيفيكيشن اوف دراجز، تصنيف الادويه او تصنيف النباتات. الكلاسيفيكيشن يا حبايب قلبي، رحت انا مجمع على في كلمه ايه؟ اي تي ام بي سي، اي تي ام بي سي. خدنا اول حرف من كل كلمه ومعملناهم حروف، اي تي ام بي سي، اي تي ام بي سي. اول ما اقول لك يا سيف كلمه كلاسيفيكيشن، على طول عقلك الباطن نروح لكلمه ايه؟ اي تي ام بي سي، اي تي ام بي سي. عد معايا، ايه الفابيتيكال، تي تاكسونومي، ام مورفولوجي، بي فارماكولوجي، وسي كيميكال. خد اول حرف من كل كلمه. تاني بالراحه بس، تعالى لي تاني اي تي ام بي سي. نقول مع بعض اي تي ام بي سي. يا رب اللي يحرك بقه معايا يجيب امتياز في الماده، ويا رب اللي ما يحركش بقه معايا يجي له اسهال وكحه، مش هيعرف يطلع الكحه ولا يعرف يعمل الاسهال. يا رب حركوا بقكم معايا، اي تي ام بي سي، اي تي ام بي سي. انا اقول وانت تقول ورايا، ايه الفابيتيكال، تي تاكسونومي، تي تاكسونومي، ام مورفولوجي، ام مورفولوجي، بي فارماكولوجي، سي كيميكال، اي تي ام بي سي. هقول لوحدي، اي الفابيتيكال، تي تاكسونومي، ام مورفولوجي، بي فارماكولوجي، وسي كيميكال. اي الفابيتيكال، تي تاكسونومي، ام مورفولوجي، بي فارماكولوجي، وسي كيميكال. لسه ما شرحتش، انا بقول لك
عشان تحفظهم بس. انا بتكلم على ايه دلوقتي؟ الكلاسيفيكيشن. يعني ايه كلاسيفيكيشن؟ التصنيف. يعني الادويه في الكتاب موجوده ازاي؟ اول حاجه الفابيتيكال. حد يعرف يعني كلمه الفابيتيكال؟ الكتابه ابجديه. يعني ايه ابجديه؟ من الاي تو زد. الاول بعد كده البي بعد كده السي بعد كده الدي وهكذا. اولات النيم باللاتيني تاكسونومي. فاكره يا دكتور عبد الله منى تاكسونومي هنا علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. اكتب كده معايا علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. علم تصنيف النباتات على اساس العائلات. التاكسونومي يا شباب قالك بنقسم على الفايلا والاوردر والفاميلي. اشتغل على كلمه فايلا اوردر. انا اهم حاجه كلمه فاميلي اللي هي العائلات. انا اهم حاجه كلمه فاميلي اللي هي العائلات. ويعني ايه؟ ركز معايا. يعني عندي النبات ده والنبات ده والنبات ده وعندي النبات ده والنبات ده والنبات ده. النباتات دولت عيله لوحدهم والنباتات دولت عيله لوحدهم. فانا هصنف الادويه او النباتات جوه الفارماكوبيا على حسب العائلات. ديت عيله كذا وديت عيله كذا وديت عيله كذا. مش على حسب ايه الالفابيتيكال بقى. رقم 3 المورفولوجي. اكتب كده معايا كلمه مورفولوجي او مورفولوجيكال. اكتب كده الشكل الخارجي. يعني ايه شكل خارجي؟ تعال اقول لك. يعني ايه شكل خارجي؟ دي ورقه يبقى الاوراق مع بعض. ديت بذره يبقى البذره مع بعض. ديت ثمره يبقى الثمار مع بعض. يعني احنا هناخد الترم ده الليفز يبقى ده مورفولوجي. قال لك بقى ليفز معناها الاوراق مع بعض. السيدز مع بعض اللي هي البذور. والفروتس اللي هي الايه؟ الثمار. في الاخضر الجدول الاخضر عندك اورجانيزد دراجز وعندك ان اورجانيزد دراجز. كلمه اورجانيزد اكتب كده معناها ادويه منتظمه. يعني ايه ادويه منتظمه يا دكتور ابو طالب؟ معناها جايه من اورجان من اعضاء فروم اورجان. وليها سيلر ستراكشر. اكتب كده ليها شكل معين. ليها شكل معين شكل خلوي. سيلر ستراكشر معناها شكل معين. زي الليفز والسيدز والفروتس. ليفز اللي هي الاوراق والسيدز اللي هي البذور والفروتس اللي هي الثمار. خلي بالكم احنا الامثله دي كلها هناخدها بالتفصيل باذن الله المرات الجايه. مش المرات الجايه اللي هو في الترمات الجايه. يعني الان اورجنايزد اكتب كده ان يعني نان. اعمل ايه يا عبد الله؟ اعكس. جاي في الامتحان. ان اورجنايزد قال لك نوت فروم اورجان. اكيد الاورجنايزد يبقى فروم اورجان يبقى ديت نوت فروم اورجانز. طب لها شكل ولا ملهاش؟ ملهاش. الامثله الجم والريزن والواكسز. هو ايه الجم ده؟ الصمغ. ايه الريزن ده؟ ملهاش ترجمه بالعربي. ده نوع من انواع الان اورجنايزد. الواكسز اللي هو الشمع. ايه ده ثواني احنا مش لسه قايلين الجم اللي هي مثال على الاكسيوديت. معلش لو انت بتعز الدكتور ابو طالب انا اسف. اكتب كده اكسيوديت بتساوي ان organized drugs. unorganized drugs. unorganized drugs. رقم 4 جايه في الامتحان ورقم 5 جايه في الامتحان. chemical. حد فاكر يا مرتضى هو كلمه classification معناها ايه؟ أو ما لك كلمة كلاسيفيكيشن. انسى ابوك وامك وانسى اخواتك وانسى الكلية. تروح على طول عقلك الباطن يروح لمين؟ اي تي ام بي. على فكرة الدكتورة وهي بتشرح ما قالتش اي تي ام بي سي. ده ديت رائعة من روائع الدكتور أبو طالب. خلاص؟ اي تي ام بي سي. اي الفابيتيكال تي تاكسونومي ام مورفولوجي. فاكرين مش عارف عارفين اللي هو ايه؟ التوموندو التشاندر. لا مفيش الكلام ده. انت عايز تعمل كده ايه؟ ايه الفابيتيكال تي تاكسونومي ام مورفولوجي بي فارماكولوجي وسي كيميكال. ماشي دعوه ايه التشاندر مساكن شغل. ما فيش الكلام ده. احنا علمنا في المنهج اي تي ام بي. ويعني كلمه الفابيتيكال يا سيف ابجدي؟ ويعني كلمه تاكسونومي علم تصنيف النباتات على اساس العائلة. طب يعني كلمه مورفولوجي اللي هو الشكل خارجي. يعني ده ورقة مع بعض، ثمار مع بعض، بذور مع بعض. اللي بيجي في الامتحان الكيميكال. كيميكال قال لك على حسب الاكتف كونستيتوانت
او الاختصار بتاعها اي سي امتحان. حد يعرف يعني كلمه اي سي؟ المواد الفعاله. المواد الفعاله هنعرف بقى امثلتهم زي الالكالويد اللي بنسميها بالعربي اشباه القلويات، فولاتايل اويل زيوت الطياره. انا اللي يهمني يا شباب كلمه اكتف كونستيتوانت امتحان، اكتف كونستيتوانت. يبقى لو احنا عايزين نقسمها كيميكالي يبقى على حسب مين؟ على حسب المواد الفعاله. الاكتف كونستيتوانت او الاي سي امتحان هي المواد الفعاله ديت. الكالويد معناها اشباه القلويات، فولاتايل اويل زيوت طيار. ثواني بس ثواني، احنا مش لسه قايلين ان النعناع ده بيعالج الانسان؟ هو ايه اللي فيه بيعالج الانسان؟ اكيد في ماده فعاله معينه بتعالج الانسان. مثلا القرنفل قلنا بيعالج الاسنان صح؟ يبقى اكيد في ماده فعاله معينه بتعالج الاسنان. السنه مش قلنا اشهر ملين؟ يبقى اكيد فيها ماده فعاله بتعالج الانسان. هاخد ان شاء الله الحصص الجايه اسمها ايه؟ انسراكينون جلايكوسايت. انسراكينون جلايكوسايت. ماشي نكمل. اخر حاجه اللي هي الخمسه اللي هي فارماكولوجيكال او ثيرابيوتيك. اكتب كده، على حسب الاستخدام الطبي. الاستخدام الطبي اسمها الميديسينال يوز. يعني ايه الميديسينال يوز؟ الاستخدام الطبي يعني ايه؟ ركزوا معايا، ركز معايا والناس اللي في البيت ركز معايا. بصوا شباب، لقيت النبات ده والنبات ده والنبات ده بيعالج المعده مع بعض، لقيت النبات ده والنبات ده والنبات ده بيعالج المخ مع بعض، لقيت النبات ده والنبات ده والنبات ده بيعالجوا مثلا الدم مع بعض، يبقى ده بسميه ايه؟ فارماكولوجيكال كلاسيفيكيشن او ثيرابيوتيك كلاسيفيكيشن. هو انا عايزك تعرف ايه من الكلام ده كله؟ طبعا فينا شويه كلام مش مهمين بس اعرفهم لي ليك انت. استرينجنت، اكتب كده قابض. استرينجنت يعني قابض. انسلمنتك طارد للديدان، حتى الدوده بتطلع لك سنه اهيت. كارديوتونيك مقوي لعضله القلب، ما تحفظش الكلام ده لان الكلام ده ان شاء الله هناخده بالتفصيل قدام. لاكزيتيف يعني ملين، حد فاكر مين اشهر ملين في المنهج؟ السنه. السنه اللي هي لاكزيتيف، كلمه لازم معناها ملين، ما تحفظش الكلام ده، انا عايزك تحفظ بس كلمه فارماكولوجيكال او ثيرابيوتيك على حسب الميديسن اللي بيقول. يلا صح وغلط، صح وغلط. يقول لي مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف الادويه يعتمد على الفاميليز. تاني مورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اما تيجي تقسمها بيعتمد على الفاميليز. لا، لان الفاميليز دي كانت ايه؟ تاكسونومي. صح وغلط تاني، ما حدش يكتب. انا كده كده ما تقلقوش. باذن الله باذن الله باذن الله قبل الامتحانات بنعمل حصص اسئله. وممكن هقول لك اسئله تيجي كلها في الامتحان. ممكن يجي مثلا ايه 90% منها. خلاص؟ ممكن ما يجيش منها حاجه خالص. عادي جدا، بس انا يعني انت مذاكر المنهج ومشرحينه مع بعض، يعني حتى قلت لك اسئله وما جاتش انت بالشرح بتاعي. يعني عايزكم النهارده تعملوا حاجه، تتروح النهارده لو انت راكب اوبر او راكب مواصلات او اي حاجه او راكب مترو وانت كده هتروح فاتح الورق كده مجرد ان انت تقراهم، مش عايز حاجه تانية. لان احنا باذن الله هنطلع من الحصه واحنا حوالي 90% حافظين الحاجه. ماشي؟ وحافظينها باذن الله مش هتتنسي، لان ممكن تحفظها وبعد كده لا ان شاء الله مش هتتنسي باذن الله. يلا شرح صح وغلط. يقول ايه؟ كيميكال كلاسيفيكيشن اوف الادويه تعتمد على الميديسينال يوز. اما تعتمد على ايه؟ اي سي اللي هي المواد الفعاله الممتازين. يبقى لغايه دلوقتي خدنا ايه؟ يا دكتور بناخد ايه النهارده؟ بعض التعريفات. فارماكوجنسي علم العقاقير الطبيه اللي جايه من مصدر طبيعي، يعني كلمه عقار كرود دراج عندي نوعين، اوفيشال دراج نان اوفيشال دراج. يعني اوفيشال دراج ده دواء موجود فين؟ فارماكوبيا دستور يعني فارماكوبيا ده عباره عن كتاب، واحنا خدنا النهارده كتابين. فلورا مش فلاور، فلورا. الفلورا ده عباره عن ايه؟ بوك. بس خلي بالك ده كتاب يحتوي على نباتات معينه في اماكن مزروعه في اماكن معينه، والفارماكوبيا على كل النباتات. من الاكبر في الصفحات؟
الفارماكوبيا. حد فاكر انواع الفارماكوبيا؟ ايجيبشن فارماكوبيا، بريتش فارماكوبيا، يو اس بي فارماكوبيا. السؤال الثاني الكلاسيفيكيشن، اي تي ام بي سي، اي تي ام بي سي، اي الفابيتيكال، تي تاكسونومي، ام مورفولوجي، بي فارماكولوجي، وسي كيميكال. انا عايزك تحفظ كلمه ورد غطاها. يعني ايه الفابيتيكال؟ اي تو زد. يعني تاكسونومي؟ يعني فاميليز. يعني مورفولوجي؟ اللي هو الاوراق والبذور وهكذا. يعني ايه فارماكولوجي؟ ميديسينال يوز. يعني ايه كيميكال؟ الاي سي اللي هو الاي سي. في عندكم كده اي كيو تحت، سؤال تحت يا شباب، تبقى حلوه وبعتوا لي الاجابه على رقم الواتساب بتاعي اللي هو اللي تحت ده. خلاص تمام يا شباب؟ فدي ان شاء الله نحلها في البيت وايه الله اعلم. مش عايز اجابات دلوقتي. خلاص حتى لو صح ما صح مش هقول صح، فكر كده فيها. ماشي يلا بقى تعالى نحل مع بعض شويه اسئله. يلا يا شباب نحل مع بعض شويه اسئله صح وغلط. اول حاجه فارماكوجنزي از ا ساينتفك ستادي اوف الكرود دراج اوف بلانت اور انيمال اور مينرال اوريجين. صح يعني بيقول لي علم العقاقير ده اللي هو دراسه النباتات او الحيوان او المعادن. صح. رقم 2 ناتشورال برودكت از سبستانت برودوسد باي ديد سيل. غلط. ليه؟ ليفنج سيل. 3 اوفيشال دراج doesn't listed in pharmacopoeia. ها غلط، لان قلنا الاوفيشال يبقى listed in pharmacopoeia. رقم 4 بيقول لك pharmacopoeia is mean legal authority for standard. صح. طب واحد يقول يا دكتور وطالب ده ما قاليش book recognized by government. يا ابني انا مش عايز الكلام ده، انا اهم حاجه في الديفينيشن ايه؟ legal authority for standard. legal authority for standard. رقم 5 unorganized drugs are from organ. غلط، لان ال unorganized not from organs. not from organs. الكومبليت نشوفهم معناها محلوله تحت بس ما حدش يبص على الاجابات تحت. يقول لك pharmacognosy is derived from، يعني مشتق من كلمه فارماكو معناها فارماكون which means. فاكر فارماكون معناها ايه؟ drug or poison. طب وكلمة جنوزي معناها ايه؟ acquire knowledge. زودها لي بقى، يبقى acquire knowledge او knowledge. الامتحان لسه هيقوله بس غالبا ممكن يكون MCQ، بس احنا نتعود ان شاء الله على الاسئلة الصعبة. رقم 2 نقط substance produced by living cell. نقط سبستانت living cell produced by living cell ليه مين؟ natural product. natural product. رقم 3 بيقول لي official drug. ما هو الofficial drug؟ يعني official drug the drug listed in pharmacopoeia. يلا 4 types of pharmacopoeia. Egyptian pharmacopoeia، British pharmacopoeia، USB pharmacopoeia. رقم 5 بيقول لك نقط and نقط are example for mineral crude drugs. يعني قول لي أمثلة على الأدوية اللي جاية من معادن. التلك والتشوك. التلك والتشوك. رقم 6 قال لك 3 ways for the classification of drugs. اول ما تلاقي كلمه classification of drugs يبقى ايه؟ ATM BC. ده بينا ومن بعض. هو حد في الامتحان يكتب ايه؟ ATM BC. لا تكتب له ايه؟ الفابيتيكال تاكسونومي مورفولوجي فارماكولوجي كيميكال. حد فاكر الكيميكال ده على حسب مين؟ اكتب كونستيتون. طب الفارماكولوجي الاستخدام، المورفولوجي الشكل الخارجي، التاكسونومي علم تصنيف النباتات على اساس الايه اللي هو الفا اللي هو ابجدي اللي هو امجدي. اخر حاجه رقم 7 وان شاء الله جايه في الامتحان ذا كيميكال كلاسيفيكيشن اوف ذا دراج.
is done according to ايه؟ اول ما تلاقي كلمه كيميكال على طول عقلك الباطن يروح لكلمه ايه؟ اي سي اللي هي الاكتيف كونستيتوان، اللي هي الاكتيف كونستيتوان، اكتيف كونستيتوان. هنكتفي النهارده بحصه النهارده كده شباب، تمام؟ المره الجايه باذن الله هناخد الاوريجين او السورسز اوف دراجز، وهنكمل ان شاء الله حاجه اسمها البرودكشن اوف دراجز، برودكشنز اوف دراجز. عايزك النهارده، طبعا النهارده ما خدناش جزء كبير، ليه؟ النهارده بحببك في الماده، بحببك في الماده يعني ايه؟ ما تقلقش ان شاء الله الماده هي صعبه ورخمه وغلسه، بس احنا ان شاء الله يعني هنسهلها مع بعض جدا 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 جدا. المطلوب منك تروح النهارده ان انت تقرا اللي احنا خدناه بالطريقه الابوطالبيه بتاعتنا. لو حد احتاج اي حاجه حضرتك معاك رقم الواتساب بتاعي 031-289-2837. الفيسبوك احمد ابو طالب، اول ما تكتب كلمه احمد هتلاقيه منور على طول على الفيسبوك. خلاص صوره البروفايل بتاعي هتلاقيها في اخر صفحه اللي هو احمد ابو طالب. احتجت اي حاجه طبعا يعني اعتبروني اخوكم الكبير، انا قصير اه بس ايه، بس ما تقلقش بس جبار. خلاص احتجت اي حاجه، اي سؤال، اي استشاره، اي نصيحه، اي حاجه، انا تحت امرك باذن الله، لان انا بعتبركم مش مجرد علاقه دكتور وتلاميذه والكلام ده كله، لا علاقه اخ باخواته. ماشي، شد حيلكم في المذاكره يا شباب، ولو حد احتاج اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الناس برضك اللي بتسمعنا في البيت لو حد احتاج اي حاجه انا تحت امركم. سلام.